الحادث استنفر المصالح الأمنية وكذلك عناصر الوقاية المدنية التي هرعت في اللحظات الأولى لوقوع الحادث، ولا زال عناصر الوقاية المدنية يحاولون السيطرة على هذا الحريق، فيما تهرع سيارات الإسعاف من أجل نقل المصابين إلى المستشفى. في هذا السياق أذكر دائما بأن المعطيات التي نتوفر عليها اللحظة تفيد بوجود مصابين، ليس هناك عدد محدد، لكن المعطيات تفيد فقط بأن من بين المصابين أن المصابين من الجنسين إناثا وذكورا. الحادث خلف ذعرا في أوساط الذين رواد المقهى الذين هرعوا للخروج من المقهى. من الواضح أن عناصر الوقاية المدنية تمكنوا من إخراج أحد المصابين من داخل المقهى. الذي تم نقله سيتم نقله عبر سيارة الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية. وتعرف مدينة طنجة ككل سنة خلال ليلة رأس السنة توافد عدد لا بأس به من الزوار، زوار المدينة خصيصا من أجل قضاء ليلة رأس السنة. أجدد التذكير بأن لحد اللحظة لا توجد أنباء عن وجود وفيات جراء الحادث على الأقل رسميا، وأن الحديث فقط يدور حول تسجيل إصابات من الجنسين في أوساط رواد المقهى، وحديث أيضا عن وجود مصابين من بين العاملين بالمقهى كذلك.